بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطلبات اللي بدرسوا الكورس الكيمستري 110، أحب أحييكم وأتمنى لكم كل التوفيق. النهاردة هنبدأ الكورس مع بعض، وهنبدأ شابتر 1. وشابتر 1 بيتكلم على الكيمستري in our lives، الكيمياء في حياتنا اليومية. جاهزين؟ مستعدين؟ يلا نبتدي على بركة الله. Chemistry and Chemicals، الكيمياء والمواد الكيميائية. أول حاجة بيعرف لي علم الكيمستري، بيقول لي chemistry the study of matter and the changes it undergoes. Every material in existence is made up of matter. بيقول لي إن إحنا في الكيمستري ساينس عامة بندرس المادة وتغيراتها، وكل المواد اللي موجودة عند ديت فيها حاجة أو بتتكون من الماتر، واللي هندرسه بعد كده. كمان بيقول لي الكيمستري is involved in everything we do from cooking food to cleaning homes and all industries. Chemistry is one of the physical sciences that help us to describe and explain our world. بيقول لي عامة إن الكيمستري داخلة في حياتنا اليومية، وهي أقرب من الساينسز التانية لنا في حياتنا اليومية، بحيث ان انتم لو دخلتم المطبخ، لو حد جرب كيكو ويدخل المطبخ هيلاقي عندكم ملح الطعام، هو ان اي سي ال صوديوم وكلورايد. عند كمان هتلاقوا علبه كده مكتوب عليها باي كربونات، هي صوديوم باي كربونات، بيستخدموها في اغراض كتير جدا. كمان الاصباغ عندكم، الزيوت، الدهانات، المواد الكيميائيه، المنظفات، السيارات، كل الصناعات تقريبا بتلاقيها، حتى المكتب اللي انتوا قاعدين عليه، البلاستيك اللي مغطي الكمبيوتر اللي انتوا بتدرس عليه، الموبايل اللي في ايدكم، الكفر البلاستيك، كل حياتنا اليوميه فيها كيمستري. طيب كمان بيقول لي الماتر، الماده، بيقول لي الماده anything that has mass and take up space او takes up space. يعني بقول للماتر اللي احنا بندرسها دي اي حاجة لها كتلة، لها وزن، وكمان بتشغل حيز من الفراغ. الكيميكالز، المواد الكيميائية، بقول لي إذا substances اللي هي الماتر، يعني بقول لي that always have the same composition and properties. بقول لي المواد الكيميائية عامة، هي المادة الكيميائية دايما لها، أو المواد اللي دايما لها بيكون نفس التركيب الكومبوزيشن ونفس البروبرتيز الخصائص.